بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن اختبارات متابعة الحمل عند الحامل. طبعا يتم الخضوع لعدد من الفحوصات أثناء الحمل للتأكد من صحتك وصحة طفلك في الزيارة الأولى. طبعا سيقوم الطبيب يعني باستخدام عدة أدوات لفحص بعض الأمور، مثل فصيلة دمك، يتم فحص فصيلة الدم، ويتم فحص ايضا عامل الار اتش، ويتم فحص ايضا الانيميا ونوعها بالتفصيل الممل كي يتم معرفة جميع التفاصيل العامة. وايضا يتم الفحص العدوى مثل التيكسو بلازما والامراض التي يعني تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك مثل يعني يشمل على الكبد الوبائي والزهري والكليميديا وفيروس نقص المناعة، أيضا فيروس نقص المناعة البشرية المتطور ممكن يصيب الناس في هذا الفترة من حياتهم. وأيضا يتم فحص علامات تشير إلى أن يعني تم تحصيلك أو تم إعطائك مواد مثلا محصنة ضد الحصبة الألمانية وأمراض الجدري والأمراض الجلدية بشكل عام. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.